طيارات التجسس اللي هي U2 في العواصف الرعدية تبص للشرق بعد غروب الشمس بالظبط. السلام عليكم، ازيكم؟ في خلال اخر 24 ساعة كمية احداث مهمة جدا حصلت في الفضاء لازم تعرفها. اول خبر خاص بكوريا الشمالية اللي قررت ان هي تطلق قمر صناعي في وسط توترات عسكرية في العالم كله. كوريا الشمالية اعلنت ان هي هتحاول اطلاق قمر صناعي تاني بعد ما فقدت القمر العسكري بتاعها، والمسؤولين بلغوا خفر السواحل الياباني ان عملية الاطلاق هتبقى فوق البحر الاصفر وبحر الصين الشرقي، والموضوع ده هيحصل بين 24 و 31/8. رئيس الوزراء الياباني وصف الموضوع ده بان هو مؤسف جدا، ومسؤولين كوريا الجنوبية قالوا ان العمل ده غير قانوني وبينتهك العقوبات الحالية اللي بتفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، واللي معروفة ان هي بتختبر على طول تقنيات الصواريخ الباليستية. هو المشكلة مع كوريا الشمالية ان هي حاولت تطلق قمر صناعي قبل كده في 31 مايو، بس مع الأسف الإطلاق فشل والصاروخ بتاعهم تشوليما 1 اتحطم. لكن الإطلاق الجاي هيكون في شمال غرب البلاد قريب من الحدود مع الصين، بس المحللين بيقولوا ان الاطلاق ده هدفه استعراض القوة، لانه هيحصل في نفس الوقت بتاع التدريبات العسكرية السنوية اللي بتحصل بين امريكا وكوريا الجنوبية، والكلام ده قالته البحرية الامريكية في بيان رسمي. بس مش واضح لحد دلوقتي الحمولة اللي هتكون في عملية الاطلاق دي، بس كوريا الشمالية قالت ان هي عايزة صور لكوكب الارض بدقة عالية، وده علشان توفر معلومات استخباراتية للجيش الوطني بتاعها. الخبر الثاني معانا طلع فيه مهمات اسمها تنظيف المخلفات الفضائية، والمهمة اللي هنتكلم عليها النهاردة كلير سبيس 1، ودي تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ودي عبارة عن مهمة اختبارية متخطط لها علشان تزيل محاول صاروخ متبقي سنة 2026، وده لأن المحاول ده بالذات عامل مشاكل كبيرة جدا، واللي قصد المشكلة دي سرب الدفاع الفضائي التابع للقوى الفضائية الأمريكية واللي بيراقب تحركات الأقمار الصناعية. محاول الصاروخ اللي بنتكلم عنه ده هو مخروط الشكل ووزنه 113 كيلو جرام، وهو بقايا المركبة الفضائية فيجا اللي تم إطلاقها سنة 2013، والإطلاق ده بعد أسطول من الأقمار الصناعية لمدار الأرض المنخفض. أنظمة التتبع الفضائي بقى لقت أجسام جديدة قريبة من المحاول ده، ووكالة الفضاء الأوروبية بدأت تشتغل على الموضوع ده من 10/8 اللي فات، وبتقول في بيان رسمي إن ممكن يحصل تأثير فائق السرعة لجسم صغير محدش تعقبه، وكمان أكدوا على أهمية المهمة اللي هي كلير سبيس 1، وأضافوا إن التهديد المهم قوي اللي بتشكله الأجسام الكبيرة من الحطام الفضائي هو إنها بتتجزأ لسحب من الأجسام الصغيرة، واللي ممكن تتسبب في ضرر كبير جدا للأقمار الصناعية النشطة. هدف المهمة إن هي تلتقي بالمحول ده وتلتقطه وتزيله. واضافوا ان احنا علشان نعالج الحطام الفضائي اللي خلفه البشر فاحنا محتاجين وقت طويل جدا، لان الحطام ده عبارة عن 70 سنة من استكشاف الفضاء. اخر تقدير طالع من وكالة الفضاء الاوروبية ان مدار الارض بيحتوي على حوالي 36500 جسم من الحطام الفضائي اللي بيزيد عرضها عن 4 بوصة، يعني حوالي 10 سنتي، وحوالي 330 مليون جسم من المخلفات الفضائية عرضها 1 ملي. المفاجأة اللي معانا بعد كده القمر الأزرق، لازم تراقب كل يوم السماء لحد آخر الشهر ده، أكيد هتشوف القمر الأزرق. بس تبصته ازاي بقى؟ تبص للشرق بعد غروب الشمس بالظبط، ساعتها هتشوف أجمل وألمع وأكبر قمر السنة دي، وصدقني هيكون ملحوظ جدا، مش عشان بس هو مكتمل، ده علشان هو أزرق بجد، والكلام ده قالت وكالة ناسا في بيان رسمي. طيب بالنسبة إن هو كبير، هو كبير ليه؟ لأنه في نقطة الحضيض. يعني ايه الحضيض؟ اي حاجة بتضوء فوق بتبقى على شكل بيضاوي، القمر بيدور حوالين الارض على شكل بيضاوي، ابعد نقطة اللي هي الأرض واقرب نقطة اللي هي الحضيض. عايز اقولك ان هو اكبر ب7% من القمر العادي، والقمر الازرق ده ظاهرة بتحصل كل سنتين او ثلاثة. اخر مرة حصلت الظاهرة دي في شهر 8 سنة 2021. الخبر اللي معانا بعد كده بيقول ان وكالة ناسا اطلقت طيارات التجسس اللي هي U2 في العواصف الرعدية علشان تدرس اشعة جاما، اللي حصل ان هم طاروا على ارتفاعات عالية جدا ناحية العواصف الرعدية مباشرة، وقدروا ان هم يسجلوا بيانات جبارة عن ومضات اشعة جاما. وعلى فكرة العواصف الرعدية دي ممكن ان هي تخلق طيارات
قوية جدا من الرياح بتطلع وتنزل، وده بيوصل الهواء والمية لسرعات عالية قوي. لما بتصطدم بلورات الجليد في تيارات الهواء بتتجرد منها الالكترونات، اقصد هنا تيارات الهواء الدوامة، وهو ده اللي بيولد المجالات الكهربائية اللي بتعمل البرد، وممكن برضو الالكترونات دي ان هي تعمل ومضات من اشعة جاما اقصر الموجات واكثرها نشاطا في الطيف الكهرومغناطيسي. العواصف الرعدية ممكن ان هي تصدر نوعين من اشعاعات جاما، اما ومضات قصيرة او توهجات، بس التوهجات دي بتقعد فترة طويلة من دقائق لساعات. وعلشان نفهم الظواهر دي بشكل افضل، في مجموعة من الباحثين حلوا الطيارات ER2 التابعة لوكالة ناسا على ارتفاعات عالية قوي، والطيارات دي قربت قدر الامكان من السحب الرعدية اللي امتد ارتفاعها ل 18 كيلومتر. طيب ايه هي البيانات اللي جمعها الفريق بقى؟ تحليل مفصل للمحمول الجوي بتاع اشعة جاما والسحب الرعدية، ودي من اهم الحاجات اللي اتسجلت على الاطلاق. والبيانات اللي جمعها البرنامج ده هتساعد العلماء انهم يعرفوا العواصف دي بتشتد امتى، وده طبعا هيوفر وقت اضافي للمعلومات اللي هيجمعوها علشان يحافظوا على الناس من خطر البرق. تخيل بقى ان الطيارة اللي انطلقت دي قعدت اكتر من 60 ساعة تراقب، زائد ان كمان الباحثين طوروا كاشف لأشعة جاما فريد من نوعه، وده خلى الباحثين يجمعوا البيانات في الوقت المظبوط. في بقى اداة تانية مهمة جدا كانت على الطيارة اسمها FEGS، ودي بقى كانت بتلتقط البيانات في الاطوال الموجية القريبة من الاشعة تحت الحمراء والاشعة فوق البنفسجية للطيف الكهرومغناطيسي. اما بالنسبة للطيارة اللي استخدمها الباحثين اللي هي ER2، تقدر تطير على ارتفاعات عالية جدا بتوصل ل 99% من الغلاف الجوي بتاع كوكب الارض، والطيارة دي عملت اكتر من 4500 مهمة لوكالة ناسا، وسجلت في مرة رقم قياسي في الارتفاع ووصل ل 21 كيلومتر، ودي حاجة مناسبة جدا بالنسبة لوزنها. عايز اقولك ان الطيارات التجارية المتطورة جدا اقصى ارتفاع ليها 11 كيلو. لحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. طبعا المقالات كامله هتلاقيها تحت اللي حابب يطلع عليها، والسلام عليكم.